بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة احنا اليوم في مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة بنقدم ورشة عمل لإدارة الاجتماعات. أفضل ما شفت اليوم ما شاء الله تبارك الله الشباب اللي شاركوا معنا مشاركة فعالة، وقدرنا بفضل الله نوصل لأهم نقاط وهي تعريفنا حقيقة لما الاجتماعات ومعناها، وقدرنا نفرق ما بين الاجتماع والاجتماع الفعال، وقدرنا نحسب كمان بالتحديد كم قيمة كل اجتماع وكم يكلف، وكيف نقدر نحاول نستفيد ونستثمر وقت الاجتماعات بطريقة فعالة وأفضل مما هم الآن عليه. تكلمنا في هذا المجال وتكلمنا كمان في إضافة إلى ذلك كيف نقدر نستخدم الوسائل المساندة كي زي الخرائط الذهنية، وكيف ممكن الشباب يقدروا يستفيدوا منها لكتابة المحاضر والحاجات هذه بطريقة سهلة ومبسطة وتؤدي إلى الغرض وبأسرع وقت ممكن. ولكم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان عندنا يوم مميز بالنسبة يعني نظام السياسات في مدينة الملك عبدالله الطبية. احنا في المدينة عندنا يعني بنطبق نظام جديد لحوكمة اللجان وحوكمة الاجتماعات، نظام متميز، نظام يمكن مش موجود في اي حتة في المملكة، متماشي مع اهتمامات المدينة واحتياجاتها واحتياجات المؤسسات الرقابية عليها زي مؤسسات الاعتماد. النهاردة كان جزء من المشروع بأن احنا بندرب أو بنعد كوادر لإعداد يعني بنعد كوادر لإدارة الاجتماعات، وبنعد كوادر تبقى مقررين لجان محترفين. اليوم ابتدى في الصباح مع دكتور محمود السعاتي بإعطاهم حاجات مهارات أساسية عامة عن كيفية ما هي الاجتماعات، ما هي اللجان، ما هي الطرق المتبعة في استخلاص المعلومات وتدوينها، ثم ذلك أعقبه بعد كده جزء فني أكتر مختص بالسياسة نفسها وكيفية التعامل مع الوثائق الفعلية وكيفية التعامل مع التقارير وكيفية إعداد المحاضر الاجتماعات والأجندات واللي هي جداول الأعمال. وفي النهاية أنهينا الموضوع بجدول عملي، يعني جدول تدريب عملي، إن إحنا أعطناهم مثال وخلينا الناس تحاول تفكر، وكانت مناقشات يعني أثرت اليوم بالكامل. فبنشكر يعني الإدارة عندنا في يعني مكتب مدير العام التنفيذي لرعايته لهذا الحدث، وإن شاء الله يعني نلتقي في أحداث جديدة لإعداد مزيد من الكوادر لمدينة الملك عبدالله الطبي. شكراً.